انتقد 49 نقابة للمحامين في أنحاء تركيا إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، معلنة رفضها القرار الذي لا يستند لأي أساس قانوني. ووفق وسائل إعلام تركية، فقد أكد بيان نقابة المحامين التركية أن المزاعم التي اعتمد عليها قرار لجنة الانتخابات حول رؤساء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع ليس لها أساس من الصحة، وأن الحجة التي طرحتها اللجنة العليا لا تبرر إلغاء الانتخابات. وأوضح البيان أن هذا القرار وصمة في التاريخ القانوني والديمقراطي في تركيا.